إليكم اليوم أكبر سبع حيوانات في التاريخ لن تتخيلوا أنها موجودة. اللولونج. يعتبر اللولونج من أكبر التماسيح التي لم يسبق مشاهدتها من ذي قبل. يصل طوله إلى 6 أمتار و17 سنتيمتراً ووزنه إلى حوالي 1075 كيلوغراماً. تسبب هذا الحيوان في موت العديد من الأشخاص، فتم اصطياده من طرف 10 أشخاص في إحدى القرى في الفلبين، وكان ذلك في 13 من سبتمبر 2011، ومات بسبب التهاب في الرئة في 10 من شهر فبراير 2013. أضخم حصان في العالم طوله 3 أمتار ووزنه أكثر من طن، وامتلاك حصان مثله ليس أمراً سهلاً فيما يخص تغذيته، فهو يحتاج مثلاً إلى 200 لتر من الماء، هذا كله فقط لأجل يوم واحد. وهذا ما جعل صاحبه يجهل كيفية الرعاية به من حيث غذائه وبالتالي مات. أكبر أفعًا في العالم هي الميدوزا، يبلغ وزنها 130 كيلوغراماً، طولها 8 أمتار، ولكي يتم حملها فإن 15 شخصاً أقل عدد من الأشخاص الذين استطاعوا ذلك. أحد أكبر أنواع السمك الموجودة في العالم يسمى تيبرومبالينا، يبلغ طوله 12 متراً كما يزن 8 أطنان، ويعد أضخم الحيوانات التي تم إيجادها، بيع بحوالي 30 ألف دولار. سنة 2014 تم اصطياد أكبر خنزير بري حيث بلغ وزنه 227 كيلوغراماً، وقد استغرق الصيادون 2 ساعة من الزمن ليقتلوه، كما صرح مؤخراً طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بأنه قتل خنزيراً برياً يصل وزنه إلى 477 كيلوغرام. فقامت شركة الإذاعة الوطنية ببحث دقيق حول هذا الموضوع ونفت الخبر نظراً لعدم مصداقيته في إيطاليا وبالتحديد في نهر بو. وحسب قول أحد صيادي السمك فإنه قد قام باصطياد السمكة القطة مستعملاً سنارة الصيد، علماً بأنها عملية صعبة نظراً لأن هذه السمكة من أضخم الأسماك، إذ يبلغ وزنها 200 كيلوغرام وطولها 275 سنتيمتراً، فتم اعتبار هذا الصياد مثالاً للصياد المحترف لأنه تمكن من صيد السمكة الضخمة وبهذه الطريقة. وأخيراً الحبار العملاق. في بحر روسيلي القارة القطبية الجنوبية تم العثور على أضخم حبار يتوفر على خراطيم وعيون كبيرة، ويعتبر من أصعب الأنواع من حيث إيجادها، وقد قاموا بتجميده لمدة لا تقل عن 8 أشهر حتى يقوم علماء الأحياء بدراسة لمكونات هذا الحيوان العملاق الذي شهد النور بعد أن كان يعتبر من عالم الخيال. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا فلا تنسى الإعجاب والاشتراك.